وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بالعرش والكرسي والنور الذي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لنا قلب من أحوجتنا إليه، وأن تكفينا شر من يقدر علينا ولا نقدر عليه. يا من بيده ملكوت كل شيء أنت عالم به وقادر عليه، تحصن ما بالحزن الذي أسسه الله. مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحصنا بالعزة والجبروت، واعتصمنا برب الملك والملكوت، وتوكلنا